بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرى تحواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتي زحلفت حسوتات زقلتنا يا مالتي كابتن القواعد الأربعة أبقتنينا أتينا زلنا مالتي تقدمتي مسرت كتفلت زل واجبلنا انتايو بتوحيد الربوبية، مالت الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض نسي كل كنتات نعلم زكايدي لو حادث بنت دا أمينو سني بزي أطرح أسلاما يكونوا بلو أين خلنا مؤمن كبها لا يكلني ناي جد كل أمر خز فتسمو نبع الله سبحانه وتعالى كقرار بنيلو نا الله سبحانه وتعالى بقط تانت دا زي غيرو أسلاما يكبها لا يكلني ويلنا أمو حادث خالق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى كل كنت الزكاية دابز عالم زي كل كنت الزكاية زلو بخيلتنا يا رب سبحانه وتعالى يقولون تدعى منو سني أسلامي كبها لأيك إليني ويلنا مخنياتو ربنا سبحانه وتعالى بزعبازي بزوح آيات القرآن الكريم تقيسلنا بل نرسول عليه الصلاة والسلام زي تصابو أوم زنبورو رسول عليه الصلاة والسلام زي تقالسو أوم زنبورو الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض مخانو نعون خفلت وما يكونون نسو يفلت يوم نيروم منو سمايات مريت فاتيرون تدعى الكايم الله يلوم يملس نيروم انت إذا تتسقم نيرو انت دعى لنا أب عبادة خفت مخلو عبادة خقبر خلو قن نا الله سبحانه وتعالى نبحثو أيام لقوة نيروم كالو تعمال اختي جزو نيروم نتوم أعمال اختي جزو ومزلو خن من تدعى تجزو ما لكم الكان تدعى حتى الكايم يزيهم كوا أي تقمون يوم أي قدؤون يوم إلهم يعترفوا نيرهم قلنا برب خبات أصحنا سلزبلو سلزنبرو إن بأري بأفعال الله بتكبارات ناي ربي كل ربي زفت أمو الكام إيمان أب سلمنا أي توكاني يلنا مالتيو نزي كمو يلو شيخ تقيس النازلو مرتعتات كاب قرآن أب تزحالف أب سورة المؤمنون كمو دماني أب سورة يونس زلو بفلي أب سورة المؤمنون أب تأواخر دلو أب سورة يونس ون تقيسنا نيرنا مالتيو كمون أم بل عسر تشمون تزل آية أب سورة يونس إذي واضح زخوني رب سبحانه وتعالى مالت نسو خالق السماوات والأرض مخانو يعترفو نيرم لو مدماني توسخي نتي زحالف زتقسنا مالتي آيات خب قرآن الكريم كنتكسينا زوم النبي عليه الصلاة والسلام زك على سوام زنبروس بأفعالنا ربي بتوحيد الربوبية خالق السماوات والأرض رب مخانوس يأمنوا نيروم نزبل مالتي أبصرة الزخرف مبل سمانيا شوعة آية ربنا عز وجل تايلو ولئن سألتهم من خلقهم ترى حتيت كايوم من يخلقكم الكاسني ليقولن الله الله يقبل خايوم من يخلقكم الله نخالد من يملك له فأنا تؤفكون انتدعى رب سبحانه وتعالى مقانو فليتكم نعود راح كده يتملقوا دعاني لمن تدعى نبكالي يتقود لكم إذا أب سورة الزخرف ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله كم دماني أب سورة لقمان ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله إذا أدماني أب عسران شوية حمشتن أب سورة لقمان الله مالتي قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إذا بحقي بزح سبا يردعني بزح سبين يفلتني زلو أب كم زعينة زي شركتات ودي قام زلو مالتيو مغنياتو خالق السماوات والأرض زخلقكم رب سبحانه وتعالى الله اندابلكم زني لمن تاين أبكالي اتخدوا اللهم اسكبولو ميخايلو كمو دماني أب سورة الزمر مبل سلاسان شمنتن آية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون بار انت دعا حاتيت كايوم من خلق السماوات والأرض سمايات مريت من يخلق الكات حتم كاللقاء كوم دماني قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله زمن رب قديفكم تتسوع ومن تلمون ومن زلهم سني رب سبحانه وتعالى حاز شجر انت اوريد لي سنتي شجر كلك قولي يقولوا دو ويد ماني رحمان يا ربي كنا بايك متدلي سني انت عز خنا عقي توسني ترحما سني كم صولي يقولوا دو الكاس كحتتهم يخا هل انت يلو ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمتي
እዚ ኩሉ እዚ ከምዘይገብሩ እቶም ተምልክዎም ዘለኹም ተኣምኑ ኣለኹም። እዘን እንታይ ደኣ ይኹም ናብ ካሊእ ትኸዱ ዘለኹም? ንምንታይ ይኹም ናብ ካሊእ ዕባዳ ትገብሩ ዘለኹም? ኩሉ ነገር ረቢ እንድሕር ረኣ ዝፍፅሙ ኮይኑ እዘን ተውሒድ ወተውሒድ ብኣፍዓል ላሂ ስብሓን ወተዓላ ለይሰ ሁወ ልመጥሉብ ምን ልከልቅ እነማ ልመጥሉብ ምን ልከልቅ ሁወ ተውሒድ ብኣፍዓል ልዕባድ ወሁወ ተውሒድ ልኡሉህያ። እምበኣረይ ብኣፍዓል ላህ ምእማን ንሱ ኣይኮነን ካብ ደቂ ሰባት ዝድለይ ማለት ኻሊቀ ሰማዋት ወልኣርድ ኣላህ እዩ ዝኸለቀና ንዓና ኣላህ እዩ ኢሎም ንኸኣምኑ ነዚ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ዝድለይ ደሎ። እንታይ ደኣኒ ብኣፍዓል ልዕባድ ኣብ ተግባራቶም ብሙሉእ ዕባዳ ዝገብሮ ንኣላህ ስብሓን ወተዓላ ጥራሕ ንኽገብሩ ንኣላህ ስብሓን ወተዓላ ጥራሕ ኢሎም ንኽቀራረቡ ናብ ረቢ ብቐጥታ ንኽልምኑ እዚ እቲ መጥሉብ ደሎ ማለት እዩ። ተውሒድ አልኡሉህያ ይበሃል፣ ተውሒድ ኣፍዓል ልዕባድ ይበሃል ማለት እዩ። ኣብ ተግባራቶም ንኣላህ ስብሓን ወተዓላ ብቐጥታ ዕባዳ ክገብሩ ኣለዎም ማለት እዩ። ወኢላ አልኡመም ልማድያ ካኑ ዩቅሩና ብኣፍዓል ሩቡብያ ከምቲ ዝበልናዮ እቶም ዝሓለፉ ነቢና ሙሓመድ ዓለ ሰላት ወሰላም ዝቃለስዎም ዝነበሩ ብሩቡብያ ብኣፍዓል ላህ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ኻሊቀ ሰማዋት ወልኣርድ ምዃኑስ ይኣምኑ ነይሮም። በል ኩላቶም ቶም እመም ዳሓለፉ ነቢያት መፂኦም ምስኣቶም ድቃለስዎም ዝነበሩ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ኻሊቀ ሰማዋት ወልኣርድ ምዃኑ ይኣምኑ ነይሮም እዮም ማለት እዮም። ከም ቆውሚ ኑሕ እንተ ዳ ርኢኻ እንታይ እዮም ትፀገምናታቶም ረቢ ስብሓን ወተዓላ ብማይ ዘጥፍኦም? ሃል ኻሊቀ ሰማዋት ወልኣርድ የለን ድዮም ኢሎም? ላ ኻሊቀ ሰማዋት ወልኣርድ ኣላህ ምዃኑ ይኣምኑ ነይሮም። እንታይ ዳ ትፀገሞም? ኣወለን ከፈሩ ብሪሳለቲ ብሪሳላ ናቱ ክሒዶም፣ ካልኣይ ድማኒ ዓበዱ غይር ላህ እምበር ኻሊቀ ሰማዋት ወልኣርድ ኣላህ ምዃኑ ስኒ ይፈልጡ ነይሮም ማለት እዮም። ላኪን ሃል ዩንኪሩና ብሩቡብየቲ ብኣፍዓል ላህ ኢዛ ሰአልቶም እንተ ሓቲትካዮም መን ልሙሒ መን ልሙሚት እንተ ኢልካ ሓቲትካዮም ስኒ ሃል ዩንኪሩን? ላ ኣየንክሩን እዮም ማለት እዮም። ወሊዛሊከ ኣላሁ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ሱረት ልሙእሚኑን እንታይ ኢሉ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره زيأت أوعتنا كلهم نبيات نحو مجيء عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نخالوت هاي تملخيكم رب سبحانه وتعالى ترحلي تقزوا لهم أفلا تتقون ربهم زيت فرحيكم لهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه حجتهم هزب انتهي لهمه سيدنا نوح ولو انتهي لهمه قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين إذي بتصوعكم إذي زبلكم زل أي تسمعوا إخوم إلهم رب سبحانه وتعالى إلهم كل أخ انت تدلي نيروسني لأخ انت أي ملأخ إلهم መላእካ መላእኸ ነይሩ ስለዚ ኣይተስምዕዎ ይኹም እዚ ልኡኽ ናይ ረቢ ኣይኮነን ኢሎም ማለት እዮም። ማ ሰሚዕና ብሃذ ፊ ኣባኢና ልኣወሊን ኢሎም። እዘን እዚ እንታይ ይረዳእና ማለት እዩ ኻሊቀ ሰማዋት ወልኣርድ ኣላህ ምዃኑ ኣይኮኑን ክሒዶም ዘሎ ብሪሳለት ክሒዶም ኣለው። ከምኡ ድማኒ ያዕቡዱና غይረ ላሂ ዓዘ ወጀል ወሊዛሊክ ዒባደቱ غይሩ ላህ እንተ ደኣ ዝገብር ኮይኑ ሓደ ሰብ ስኒ ናብ ካሊእ እዚኣቶም ከቀራርቡኒ ኢሉ ዒባዳ እንተ ደኣ ዝገብር ኮይኑ ብኣላህ ስብሓን ወተዓላ ኻሊቀ ሰማዋት ወልኣርድ ምእማኑ እዚ ኣብቲ ቁኑዕ እስልምና ኣየእትዎን እዩ ማለት እዩ። በል ካብ እስልምና ወፂኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንታይ ክብል ክረጋግፅ ዘለዎ ማለት እዩ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ኻሊቀ ሰማዋት ወልኣርድ ምዃኑ ክረጋግፅ ኣለዎ። ፅቡቅ እዚ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ካልይቲ ክትረጋገፅ ዘለዋ ድማ ክተግብራ ዘለዎ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ዒባዳ ብሙሉ ዒባዳ ኣብ ዝፍፅመሉ ግዜ ንኣላህ ስብሓን ወተዓላ ብቐጥታ ንብሕቱ እዩ ክገዛእ ዘለዎ ማለት እዩ። ኢዘን ቆውሙ ዓድ፣ ቆውሙ ሰሙድ ከምኡ ድማ ቆውሙ ኑሕ እዚኣቶም ብተውሒድ ሩብያሲ ክሕደት ኣይነበሮምን ብኣፍዓል ላህ ረቢ ኻሊቀ ሰማዋት ወልኣርድ ምዃኑ ስኒ ይኣምኒኦም ነይሮም ማለት እዩ። ወሊዛሊክ ኣብ ሱረት ፉሲለት ቃሉ ለው ሻአ ረቡና ለአንዘላ መላኢካ ፈኢና ብማ ኡርሲልቱም ብሂ ካፊሩን ኢሎም እዚኣቶም ቆውሙ ዓድ፣ ቆውሙ ሰሙድ ማለት እዩ መበል 14 ኣብ ሱረት ፉሲለት ዘሎ ማለት እዩ። ወማዕና ሃذ ኣነሁም ዩቅሩና ብኣፍዓል ላህ እምበኣረይ ኩላቶም ቶም ምስ ነቢያት ዝፃብኡ ዝነበሩ ነቢያት እውን ዝቃለስዎም ዝነበሩ ዩቅሩና ብኣፍዓል ላህ ኻሊቀ ሰማዋት ወልኣርድ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ምዃኑ ይኣምኑ ነይሮም እዮም ማለት እዮም።
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعوانا تهم استجمروا قولوا لا إله إلا الله مسؤولهم بالليل كحيدهم مالتهم خالق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى مخانو يأمن يمنيرهم إذا لا إله إلا الله مبالغن رفيدهم ما ويدمان نسيقهم ما نمنتاي انت الألكا لأنها تتضمن الكفر بكل معبود سوى الله فهي تتضمن إبطال آلهتهم مغنياتو كل عبادات تزقبرو وزنبرو نبتهم صالحين نبتهم أنبياء كقراربونا إليهم زفت أمو وزنبرو نسو باطل مخانو زي كنع مخانو سلتبرة سلزخونة تتلا إله إلا الله لا إله إلا الله مبال إنبالي لهم مالتهم مقبال أبيهم ما نتسيقهم ما مالتهم إذن استدل المؤلف بآية في سورة يونس بآري ذا قاعدة الأولى تقدمي تمسرت المؤلف إذا تقيسوا لنا زلوا مالتهم أب سورة يونس زلا نعاء تقيسوا مبال 31 آيات ركب نساد ماني النبي عليه الصلاة والسلام زكاتلو ومزنبورو زكالسو ومزنبورو سني إذي آتهم بتوحيد الربوبية خالق السماوات والأرض الله مخانو مدبر الأمور الله مخانوس يا أمني أمني رميلو لازم مرتعد ماني أبصرة يونس دلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون كل مدبر الأمور كنتاتني عالم زكايد صحيت بر تعرب يوقح يمسي دك سباتي فتورو كل زك زكناونو من يلك انت دا حاتيت كامسي الله يخبلو خايو ميلو منتهي دا تصقم نيرو انت دا ايلكا تا تصقموم زنبرت اب عباده انيرا مالتي اب توحيد الالوهيه توحيد افعال المخلوقين نساتهم كغزون كله عباده كغبر خلو كن ناكالي يلا غسو نيرو مالتي أبزاء يا زئاء الله سبحانه وتعالى اسكحت التوميخة أما يملك السمع والأبصار قلي أبل بوم تتملوسو قلي تستوى على سني بزعبا نعماني عيني نعماني مسمع عبيس لزخونس نززون إزز عدلكم زيسي شايزز من يلكس كحت التوميخة لأن السمع والبصر من أجل وأعظم النعم ومن أبرزها عند الإنسان أبو دسبت زعبي نعمان تاين ترألك مسمعا مرأيني مالتي تصور لو حدا سب زير إيه كومو دمان دي سمعني رو تزخون سني نابرانات ناسي وي نابرانا يدك سبات كمي مخواني نيرو مالتي لا زادة يبلو تعم زي يبلو مخواني نيرو مالتي ولذلك عيني كبت عبيت نعماتاتي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بزعباء الله سبحانه وتعالى بحديث قدسي زبولون تايلم قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه له أي عينيه مالتي انت دعا نحاد بارياي إلو رب سبحانه وتعالى كلتا عينو انت دعا سئنو سني حبيبتيه إلو سميوا مالتي فصبر عودته عنهما الجنة زي أب رواية البخاري زلو مالتي ولذلك إمام البخاري انت إلو باب فضل من ذهب بصره إلو عن أنس ابن مالك استمع حلال في حديثي مالتي انت دعا صبر جيرو زن كلتا عين زي انت سئنو وهناتو عبي نعماء نيرو زي نعماء زي تسليبو مو صبر غيرو الحمد لله نا يرب قدريلو ريدا زغبل سبسني عودته عنهما الجنه له رب سبحانه وتعالى نا يزن كلتا عينو زي اتنسي ان ونزلو اب جنه انتي متكاتو جنه ايلو مالتي صبر انت دا غيرو له اذا السمع والبصر السنه اندماني ندق سبات نفمهار نخفلط نكل كنتاتنا مچو زغبرالنا انتين زن كلتا نعمازي انين حج حتتهم يخاسك أما يملك السمع والأبصار الكاسك حتتهم يخا تبهلهم النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك زيئة زن كلتا نعمة زيئة العين والسمع حبي نعمائن بأن نسن سلزلوا عندما بزوح نقرأ زين فلتوز نبرنا كنفلتك إلنا زلنا ولذلك ربنا عز وجل انتايب والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا حنتي فلت إن نرود سب كاب كبدي أدي كوت قلم على تيو لكن مصدر التلقي كم من تايو دعات كن مهر كي نازلنا إذن كل تزيئات عبين إعماس لزقه نام على تين ولذلك الله عز وجل تايلو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولذي أبصرة النحل زلا دحرين تايلو ربنا عز وجل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة جعل لكم السمع والأبصار إذي مسمعين كومو دماني مرآيين زخاني
هبكم زلخو يعني مالت تستوعلوا أفئدة هبكم زلخو مستوعل زخون لب زقبر لكم رب سبحانه وتعالى بدحرين انتهي ربنا عز وجل نزيز قبر لكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون من انت ختمسكم إبل مالتي. إذن امتن الله عز وجل زين عبيت لك سنهي رب سبحانه وتعالى سلزقنا بأن تقسو مالتي وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون بالأبصرة المؤمنون مالتي. إذن اعترفوا تم هزبتات الرسول عليه الصلاة والسلام حتتوم تباهلو مستحاتتو قل من يملك السمع والأبصار تسمعلون تريئلون كومو دماني كونتاتني عالم زكايدين من يلكان تدا حاتيت كايم سني فسيقولون الله الله يلوم كمسكوري أميلو. إذن تدا الله مخانو تفلت أنت دا أخوينكم سني نمن تايد آني نبوحتو زي تملكو إذن الله تراحي مبالم دماني أب إسلمنا أيتوتو من مالتي. ولذلك تمؤلف انتايلو مجرد اعتراف بأن الله الخالق الرازق المدبر إذ راح بمؤمن كاسني لم يدخلهم في الإسلام بل بقوا على كفرهم بزيادة راح مؤمنهم أبتوحيد الأولوه يعني الله سبحانه وتعالى نبحث سلا زي جزء وسلا نبرو أبتز نبرو أب كفري تريفه مالتهم. إذن كابزي انت اين اخر رداء انت لا تباهلو بتوحيد الألوهية يتقندي أنبياء زموت ومالتهم أنبياء عندك سبات كفلت وام زمزو انت انت لا تباهلو رب سبحانه وتعالى نبحتو املخو نخوب اليوم امبري رب سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض مخانوسي كلهم هزبتات يفلت يوم نيروم. ولذلك ربنا عز وجل انتهي بالابسورة يوسف مبل ميتن شدشتن آية وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون لكن دي آيات الله في السماوات والأرض إذو كل زي دار أيها اللوسي وهم عنها معرضون يلو دحرين تايلو وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إمام السعدي رحمة الله عليه تايبل وكأي من آية في السماوات والأرض وكأي تبدل الله كم مالتي كنديا اللو من آيات بزوح معجزاتات بزوح زقرم بزوح علاماتات اللو توحيد الربوبية الزحبر خالق السماوات والأرض مخانو من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها دال لهم على توحيد الله رب سبحانه وتعالى حدا مخانو زحبرسي بزحلو وهم عنها معرضون. ومع هذا إن وجد منهم بعض الإيمان قل قل إيمانكو أنت ترخبه فلا يؤمن أكثرهم إلا وهو فلا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهم وإن أقروا بربوبية الله ولكو انت امنوا بتوحيد الربوبيه فلا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون لكنهم فانهم يشركون في الالوهيه وتوحيده بافعاله ابت عباده خغبر خلو لكن اب شركي ودقوا بل زياتهم ناب رب سبحانه وتعالى خبصحنا امزبلوا امالختي بزحات يحزوا مالتهم. اذن إذا آية زئة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون تبل بزحات مفسرين كم ابن عباس والحسن ومجاهد وعامر الشعبي وأكثر المفسرين انتايلهم وما يؤمن أي أن أكثر الناس وهم الكفار ما كانوا يؤمنون بالله بتوحيده له في ربوبيته إلا وهم مشركون به غيره في عبادته بمعنى أبتوحيد الربوبية أن آمنوا كله كل خالق السماوات والأرض لهم آمنوا من كله لكنهم يشركون في توحيد الألوهية مالتي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن اتقندي تتأليبوا زلو اتقندي تم أنبياء حيزم وزمتو نرب سبحانه وتعالى نبوحدتو نخملخ الله سبحانه وتعالى نبوحدتو نخأمنو نزي أمتلأيخو من بري الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض مخانو نعود راح نخردو أيكون مالتهم إن شاء الله تزغط زلت حستو أبتغط عليك الرئينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.